بيكم وحلقة جديدة من مطبخ أسيا وآخر حلقة في أسبوع الباستا أو المكرونة. هنعمل النهاردة حاجتين أنتوا بتطلبوهم على طول أو ما ينفعش أصلاً أسبوع الباستا يعدي من غيرهم. هنعمل اللازانيا وهنعمل كمان الكانيلوني. هنعمل اللازانيا المرة دي بس هنعملها ممكن تقولوا عليها إن هي نباتي، يعني هعملها بس بالخضروات، مش هتبقى فيها لحمة ولا أي حاجة. طبعاً هيبقى فيها جبن بس اللي مش بياكل جبن ممكن ياخدها أو يشيلها. هاخد هنا طاسة هحط فيها شوية زيت، وعلى ما يسخن الزيت خلونا نقول المكونات. المكونات عندي لازانيا. اللازانيا أنا اتكلمت قبل كده قلت إزاي ممكن أسلقها، بسلقها شوية يعني خمس دقايق في المية السخنة على أساس نص سلقة، وبعد كده بنزلها في المية الساقعة وبحطها في صينية مدهونة بشوية زيت، وبفصل ما بين اللازانيا بالبلاستيك أو بشوية زيت وبحطها في التلاجة ترتاح ساعتين قبل ما أقدر أستخدمها بسهولة. أنا النهاردة عاملة لها كده عشان خاطر عايزة أعمل لازانيا مبرومة، مش عايزة أعمل لازانيا العادية لأنه العادية عملناها كتير وحتى المبرومة عملناها كتير، بس خلاص يعني خلونا نتفنن شوية. زي ما قلت اللازانيا دي هتبقى فيها خضروات كتير قوي، فخلوني أقول باقي المكونات. عندي بصل، عندي طماطم، عندي كمان صلصة طماطم، عندي معجون الزيتون الأخضر أو زيتون لو حابين مفروم ناعم، عندي موزاريلا، شوية جبنة شيدر مبشورة، بابريكا، أوريجانو، بقدونس، جزر، قرع العسل المتقطع صغير، كوسة مفرومة صغير، وصلصة طماطم أو عصير طماطم فريش اللي هي الطماطم المبشورة عشان الصلصة. هحط الأول البصل يتشوح على النار، تمام كده. هروح جايبة دلوقتي الحاجات أو الخضار اللي هتاخد وقت شوية في التشويح زي القرع والجزر. دايما الخضار بنبتدي باللي بياخد وقت اطول عن التاني، فهبتدي بالجزر على اساس ان هو اجمل نوع خضار. الخضار طبعا انا اخترت الجزر والكوسه والقرع، انتوا بقى زودوا اللي انتوا عايزينه، دي حاجه اختياريه لكل واحده. هقلب كويس قوي، وبعد كده هنزل بقرع العسل او القرع او اليقطين، كل واحد بيسميه ازاي. اهم حاجة بس ان كل حاجة تبقى مفرومة صغير عشان تسهل علينا عملية الحشو. وهقلب كويس قوي المكونات دي. انا في الوقت ده ممكن اضيف شوية فلفل اسود، طبعا يستحسن الفلفل الاسود الخشن لانه بيدي طعم حلو قوي للاكل. وهضيف دلوقتي الكوسة، هقلب كويس قوي. طيب بعد ما احس ان الخضروات ابتدت خلاص ان هي تظبط كويس، هاخد بقى البهارات. عندي بابريكا وعندي الاوريجانو او الزعتر، في البابريكا او الشطه حسب ما تحبوا، هخلي شويه برضو للصلصه. هاخد بقى معجون الزيتون، يستحسن الزيتون الأخضر عن الزيتون الأسود. اهو. ودلوقتي ممكن أزود الملح. لو كنتوا بتستخدموا الزيتون اللي هو شوية اللي بيبقى مالح ممكن تحطوا الملح قليل قوي، لكن أنا بالنسبة لي النوعية دي وانتوا عارفين النوعية اللي أنا بستخدمها طبعا ممكن تزودوا، بيبقى عذب فبيبقى الملح بتاعه قليل قوي، فممكن تزودوا الملح ساعتها كالعادة يعني.
لو عايزين اقول لكم الاسم بتاع الزيتون اللي انا بستخدمه ومعجون الزيتون ابعتوا لي على صفحتي، مش بخبي عليكم حاجه. عندي هنا الطماطم، وهقلب الحاجات دي مع بعض. تمام كده. في الوقت ده انا هجيب كزرولة صغيرة احضر فيها الصلصة بتاعت اللازانيا، لان انتوا عارفين لما بنتكلم على لازانيا بتدخل الفرن يبقى احنا بنتكلم على صلصة لازم نفرشها ليها. الصلصة دي بتبقى زيت، انا بعملها عموما ساعات بعملها ني في ني حتى من غير ما استنى اي حاجة. عندي عصير طماطم مبشور او طماطم مبشورة، بحط لها شوية بابريكا، وباخد بقى الصلصة، بحط صلصة عشان تديني لون حلو قوي للخليط، تمام كده، وهتبلها بالملح والفلفل، ممكن ازود لها مية لما تبتدي تغلي على النار. فلفل اهو، الملح، تمام كده. الوقت ده هطفي على الخضار وهزود البقدونس، ما بزودش البقدونس وهي على النار عشان الزيوت العطريه بتاعته تفضل قويه. احنا خلاص النقط دي اتكلمنا عنها قبل كده كتير، دايما اي حاجه فيها او اي عشب من الاعشاب بنزوده بعد ما بنرفع الحاجه من على النار. الحشوة دي ممكن تعملوها بكميات كتير وتسيبوها في التلاجة، كل ما تحبوا تحشوا اللازانيا تلاقوها موجودة. تمام كده، هجيب شوية مية وهضيفها للمزيج ده، مش عايزة اكتر المية عشان ما تبقاش المكرونة او اللازانيا سايسة. هجيب بقى البايركس احطه هنا، الجبن دي انا عايزاها على الوش، وهقرب مني الطاسة ممكن اخد المعلقة الخشب دي، وهحتاج بقى ايه حاجة افرد عليها اللازانيا، ممكن اخد الصغيرة دي. طيب الصلصة خلاص جهزت، هجيبها بقى انزل بيها هنا بالراحة، وهاخد بقى اللازانيا ابتدي بقى اعملها. لما بتبرد بيبقى سهل علينا نشتغلها بسهولة جدا. هاخد بقى شوية من المزيج ده اهو، اهم حاجة بس الخضار تتقطع صغيرة عشان تبقى حلوة، وطبعا دي صحية ما اقولكوش. واحنا طبعا عملنا عجينة اللازانيا في البيت وقلنا قد ايه سهلة، ولو عايزين تستخدموا اللي بره برضو كويسة. المهم انه مثلا في حالة الرجيم الحلو ان احنا نعمل عجينة اللازانيا في البيت، ان احنا ممكن نعملها بالدقيق الاسمر ده برضو بيساعد قوي. عشان كده الحلقة الاولانية اللي خصصتها انا للعجينة كانت رغبة ان احنا نعمل حاجة احنا واثقين منها قوي. هلف بقى واحدة تانية بالشكل ده، ونبتدي نلف. عايزين تعملوها بالشكل العادي او اللازانيا العادية ممكن تعملوها شرايح وتحطوا عليها الحشوة برضو. اهو
وهي على فكرة كده ممكن تقولوا عليها كمان كاليلوني لأنه هي ملفوفة. تمام كده. واحنا ماشيين لحد ما نخلص الصينية كلها. لما بنخلص الصينية بنحط الجبنة الموزاريلا بالشكل ده. ممكن لو عايزين ممكن نعمل حاجة لطيفة جدا، ان احنا بعد ما نحشي اللازانيا ممكن نمشي عليها الصلصة كده على اساس انها ما تنشفش مننا في الفرن اهو، ونمشي الموزاريلا وبعدين الجبنة الشيدر على اساس تاخد حقها من الاجبان. فانا هكمل الصينيه وهطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل نكمل الحلقه مع بعض.